اكتب حجي للعقول الراقية وشعور زين. يا ابن الناس عندك خوات وخالات وعمات تستر على بنات الناس. يا بنت الناس طريقش مو صحيح لا تبصين اهلش بين الناس. يا ناس لا تسمعون حجايا غلط وتهجمون بيوت الناس. يا الغالية يا العزيزة يا بنت الاصول تحبين رجلك حبي خواته امه ربته وتعبت عليه شلون تبغين رجلك يصير بيدات وبلا اخلاق. باكر تصيرين ام الطفل وللمنزل يوديك لا تستغلين حبه عليك ومثل الحية تتصرفين. هو يحبك شي اكيد بس باكر يطلقك. البطل قال سبع ينتظر الرجال احترم مرتك بالفعل انت رجال. تخوفها تضربها تسنها تحبسها لا انت مو رجال. الكلب يعاوي يعض انت حيوان ومو تحبها تطرد امك لا انت انسان عندك عقل اذا انت رجال. يا المظلومة يا المظلومة وتقولين ضعيفة مجرد مرة جاي تشوهين بسمعة الإسلام. قوية انت وفوق الراس وبالإسلام مذكورة حجى عنك الرسول والقرآن. فالنساء في الإسلام شقائق الرجال اللي حق التملك والإجارة للبيع والشراء وسائر العقود اللي حق التعلم والتعليم بما لا يخالف الدين. وإذا تقل الرجال القوامون على النساء أقل لك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.